سمع لواحد القصيدة اللي قالها الشيخ محمد السهور رحمه الله ورحم قاع موتى محمد. الكلام اللي قالوه الشيوخ اليوم عاد رحنا نوصلوه ورحنا نقادوه إن شاء الله، وراهي ذاك الشيء على حقه وطريقه. خليني نبكي على الدنيا واللي راها خرفت ومشات، كل أصحابي فرطوا فيا وأنا قلبي طاب بالتنهات. نظل في القهوة الصباح وعشية وحتى الكرسي زاد لوكيات، محمد مسكين غنية وبعض من الرجال كثر فيهم حيلات، يفرش لك فوق هاوية وما تعب حتى تطيح في حفات. يضحك ويقول لك خويا وعلى قلبه زدت له فكرات، حضرت النو وطيح بالفية، هذا يروى ذاك زرعه مات. من قلة الإيمان دونية وفي الجمع ما عندنا صالات، كتلونا هذول عصرية وفي الكباري لقيت ربع بنات. أتشطح وتقول لك خويا وعندي المحال فين تبات، وتديك تدخلك هي وكي تخلص تقول رافات. ويا خويا بعد عليا وهذه لجيب رهاجات، وتديك تدخلك هي وفوق السيمات امرك تبات. ولا السيليسيون سقوية وبيها البز يطلعوا نشوات، يشمه ويغيب في الدنيا يهدر لك هدرة بغير إثبات. وداه باه للولية سيدي يحيى ثم قالوا بات، أحسن من تور مكوية وتبكي وتقول ولدي مات. وشوفوا قلالة النية في هذا الوقت يا سادات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن. أخوكم الشيخ علام كل يوم يهديكم فيديو كلام مهريش، علاش؟ عندي المتبعين بزاف، عندي الناس المحبين بزاف، عندي الجمهور ديالي بزاف كيراعيو الفيديو جديد. ديما كيقولوا لي الشيخ علام انت كتقول الجديد، علاش متبعينك داخل الوطن وخارج الوطن؟ هنا غادي نوليو للحكايه اللي كنا فيها يا سادات، والحكايه اللي لعبت واحد الدور كبير. والزواق يطير ولو كان من القصدير، يعيا الزواق كل شيء يكمل، صح المعقول ما يكملش. هنا جات هاد المياه يا سادات حتى يخلطوا لهذا القصر، لما خلطوا القصر داروا به. البنت رقبت وهي تصيب قوة كبيرة، قالت هذه قوة كبيرة على خويا. طلعت الراس الصح طقت لها الدخان، خينا غير شاف الدخان عرف كاينة حاجة. هما واش تقالوا؟ قالوا نقعدوا هنا نستناو حتى يجي اللي بغى يكون يكون، حنا مية ما عندنا ما نديرو، الدم نتاعو ما غاديش يوصل للأرض. وما راهم قاعدين خينا اللي حتى خلط عليهم. السلام عليكم. قالوا له وعليكم السلام. يا السادات واش مركم تديروا هنا؟ واش ضياف؟ مرحبا بكم. قالوا له لا. هاو كيفاش؟ قالوا له رحنا نستنى واحد خينا. خينا ايه مالو؟ على واحد البنت باغي نديوها لواحد السلطان، ورحنا نستنى اخوها باش نديوها هي اخوها. ياك سيدي مزيان، هذه كرامه واللي غادي يديوها هي اخوها. اي شكون اللي باغي يديها؟ قال سيدي حنا نتوما. اي قال لهم هذه مليحه، وقال لهم واش باغي تديوها صحه ولا تديوها خاطر؟ انا خصني عاودك بغيت نفهم. قالوا له شوف، بغى يمشي معنا صحه مرحبا، بغى يمشي معنا بالخاطر مرحبا، احنا يا باش ما بغى. قال لهم وهذا اخوها تعرفوه ولا ما تعرفوش؟ لا ما نعرفوش يا سيدي.
ما تعرفوش. إيه. وقال لهم أنا أخوها. أنت؟ إيه. وقالوا له اسمع، إلا أنت أخوها بلا ما غادي نعذبوك بلا ما نتكرفصوا عليك. إيه. يلا معنا للسلطان. والدعوة راها مخيرة وغادي حتى أنت تولي لاباس عليك وتولي بالمال تاعك. ياك؟ قال لهم صحة. خليوني نطلع الراس السطح. ندخل للقصر نقولها لاختي باش نمشي انا وياها. ها قالوا له دروك راك مستعد، ما عندنا ما نقولوا، انت راجل معقول. واه دخل دخل اللي دخل قال ليها اختي، قلت لها اش كاين؟ قال ليها عرفتي ايه هذه راها واحد القوه كبيره، لكن راي لي ذاك السيف ليه، وانتي ركبي مع السرجم وغادي تشوفي لأمك واش خلات. جا مهود ويشد السيف كأنه واحد صاد قبل 13 ساعة مسوي على الله، هربوا سوى واحد الخمسة اللي هربوا. شاور السلطان قال كيفاش ما جبتوش البنت؟ أودي قالوا له واش نجيبوا البنت؟ 95 راها مشات، احنا رحنا غير هربنا، وكان ما هربناش ما غاديش يخلي بينا واحد. ياك هذا السلطان 40 يوم وهو حازن، ما ياكل ما يشرب ما يرقد، مبلع على روحه 40 يوم. اسمح في الاحكام ديالو، اسمح في كل شيء، تيجيه واحد خينا قال لي هم انا باغي نشوف السلطان مالو اشتبه. دخل عنده قال له يا سيدي واش تبيك؟ قال له انت ما غاديش تقضي لي الغرض. قال له انا نقضي لك الغرض، قول لي واش تبيك. هذا قزال وعفريت جاهل ما مأمنش. قال له شوف عندك واحد البنت راك تعشق فيها. قال له ما عندي ما نقول، وما لقيت ليها شي الباب منين تجيبها. ايه غادي تعطيني انا واحد الشرط وانا نجيبها لك. انت كي داير هاد الشرط؟ قال له غادي تعطيني اول حاجه تعطيني باشا على الجهالة نحكم فيهم، خاطر هو جاهل. ايوا والثانيه الطلب اللي غادي نطلبه لك خصك تلبيه لي. قال له مرحبا. ايوا اسمع واش تراه غادي يدير معاه يا السادات، والحكايه راها زايده قدام. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للجمهور داخل الوطن خارج الوطن. الفيديو كل يوم الجديد، وكنشكر الناس المتبعين اللي راهم متبعيني وراهم يديروا ابوني بلا ما نقول لهم. كاينين المؤمنين اللي يعرفوا الكلام نتاع الشيخ علاش حره يسوى.